هاتفيا من روما مسعود محمد الكاتب الصحفي ينضم الينا. استاذنا مسعود اهلا بحضرتك. صباح الخير ستي لك وللساده المستمعين. صباح النور. يعني يمكن الو طب نعم حضرتك سامعني؟ نعم نعم. الفيديو اللي عرضناه منذ قليل ده كان له علاقه بمساله نعم استاذ مسعود حضرتك سامعني؟ نعم نعم سامعني. طيب الفيديو اللي عرضناه منذ قليل ده فيديو عن السوريين اللاجئين السوريين اللي موجودين في تركيا واللي اضطرتهم ظروف المعيشه انهم يبيعوا اعضائهم، وجدوا من يستغلوهم لبيع اعضائهم. تعقيب حضرتك على هذا الفيديو وعلى هذه الحاله، وفي نفس الوقت في المقابل المتجره اصلا باللاجئين السوريين من قبل اردوغان. انا رح اقول لك بالاول ما تقول الجمعيه الخيريه، الجمعية الدولية لمكافحة التجارة بالأعضاء ومقر اسطنبول. هذه الجمعية تقول أن هناك أمور كثيرة تجري خارج السياق القانوني، ومنها عمليات زراعة الأعضاء التي تتم بطريقة ملتوية وتتصاعد وتيرتها يوميا وسط صمت حكومي تركي أشبه بالتواطؤ. ويشير تقرير المفوضية اللاجئين التابع للأمم المتحدة الصادر عام 2017 بأنه نحو 17,000 طفل لاجئ اختفوا في ظروف غامضة، ورجع البعض ذلك إلى أن يكونوا تعرضوا لعمليات خطف بهدف سرقة أعضائهم. هذا التقرير لا يكشف شيء جديد في تركيا، إنما يحصل في تركيا مريب. فتركيا تتصدر قائمة الدول التي تنتشر فيها جرائم الاتجار بالأعضاء في ظل ورود تقارير دولية بشكل شبه دائم عن استغلال تركيا اللاجئين السوريين في تلك التجارة، ونتيجة الصراع الدموي الدائر في سوريا الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد ومنها المستشفيات ومعامل الأدوية. فلم يتبقى للجرحى السوريين فرص لتلقي العلاج سوى في المستشفيات التركية، والتي من الواضح أنها استغلتهم في تجارة الأعضاء البشرية، حيث انتشرت الكثير من الروايات سيدتي والشهادات حول ضحايا السوريين من مدن الشمال السوري وخاصة منطقة إدلب وريفها وآخرها مدينة عفرين المحتلة، التي كان واضح للعيان بأنها أصبحت إحدى المدن التي بانت تعاني من تلك التجارة. هناك أنباء كثيرة، أدوار تركية مشبوهة، القانون التركي لا يسمح بها. طيب. إلا أن الأجهزة متواطئة بتلك العمليات. حضرتك قلت كلام مهم جدا، حضرتك قلت انه الجمعية الدولية لمكافحة الاتجار بالاعضاء على علم بكل هذه الجرائم، وانه النظام في تركيا متواطئ او يبدو انه متواطئ نتيجة استغلال طبعا السوريين في هذه التجارة او في هذه العمليات، على اعتبار انه تركيا من اكثر الدول فيها يعني بتنتشر فيها تجارة الأعضاء. ده بيضعنا أمام سؤال مهم. سؤال مهم، طيب هل هناك أي استجابات من قبل دول أخرى أو من قبل منظمات أخرى لهذه التقارير اللي أوردتها الجمعية الدولية، أم أنه في صمت كما هو الحال دائما يعني فيما يخص اللاجئين السوريين واستغلال النظام التركي لهم؟ السوريين متروكين بيد الله، كما يقول الشعار السوري الأشهر للثورة: يا الله مالنا غيرك يا الله. هم متروكين، هناك حالة تواطؤ وهناك حالة صمت، ويتم استغلال السوريين من عدة أجهزة أخرى ليس فقط الأتراك. حتى الإسرائيليين متورطين في هذه العملية، وهم يشترون أعضاء المواطنين السوريين البؤساء لاستخدامها واستغلالها. وهناك حالات رفضت حيث يتم شراء أعضاء لمواطنين سوريين حتى من أوروبا. هناك حالة تواطؤ، الكل يحاول الاستفادة من هذا الملف. النظام التركي يغض النظر، بغض النظر عن القوانين التي يصدرها، الأجهزة الرسمية ليست فاعلة. طيب لكن أستاذ مسعود، إيه السبب؟ السبب متروكين لوحدهم. ايه السبب في انه تركيا هي الدوله اللي بيتعرض فيها اللاجئون لهذه العمليات؟ يعني اللاجئون السوريون موجودون في اكثر من دوله، صحيح انه العدد الاكبر في تركيا، لكن هل السبب هو وجود هذه التجاره بشكل
كبير وبشكل فج في تركيا، أم هل السبب أنه أصلاً اللاجئين السوريين في تركيا بتتم معاملتهم بدرجة يعني سيئة منذ البداية؟ يعني أحياناً كان بيتم استغلالهم في الانتخابات، أحياناً كان بيتم استغلالهم في تهديد أو الضغط على الدول الأوروبية، وكان بيتم استخدامهم في أكثر من جهة. يعني النظام التركي بيعتبرهم ورقة مهمة في الضغط. هل هو ده السبب أم في أسباب أخرى يا أستاذ مسعود؟ هناك سببين سيدتي. السبب الأول كما ذكرت حضرتك، المواطن السوري اللاجئ داخل تركيا بالنسبة لأردوغان ونظامه هو بالحرف الواحد سلعة يتم تداولها واستغلالها في كافة الأطر. مرة يتم استغلالها مقابل أوروبا، ومرة يتم استغلالها في الانتخابات التركية. المواطن السوري لا قيمة له إلا بإطار استخدامه ضمن سياسات أردوغان. هذا واحد. اثنين، تركيا تشكل نقطة تقاطع لمجموعة من المافيات التي تمر عبر تركيا، المافيا الروسية والمافيا الإسرائيلية ومجموعة من المافيات التي تعتبر بأن السوق التركي سوق مفتوح لهذه التجارة، ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين الغير محميين بالقانون فعليا، حيث هناك قوانين ولكن هذه القوانين لا تمارس ولا يحمى اللاجئ السوري من خلالها، فيضطر اللاجئ السوري إلى أن أحيانا يخضع للابتزاز ويبيع كليته إما ليغطي مصاريفه وإما ليغطي أجاره. وهناك حالات درامية حيث هذا اللاجئ المسكين الذي باع جزء من أعضائه لا يخضع حتى للعلاج بعد المرحلة، لأنه عندما أنت تتخلين عن جزء من أعضائك أنت بحاجة للعلاج، لا يخضع لعلاج كافي، وهذا أحيانا يهدد حياته بشكل نهائي مما يضعه بخطر جدي. أظن اللاجئين السوريين مجرد أرقام بالنسبة لهذا النظام، يتم استخدامه بإطار سياساته بطريقة لا إنسانية ولا علاقة لها بالإنسانية سيدتي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ مسعود محمد الكاتب الصحفي من روما، شكرا جزيلا لك.